يعني يجيبه لو كان تحت الحراسة، يجيبه يعني يجيبه لو كان تحت الحراسة. لتقولوا ما اقدر اجيبه، لتقولوا هادي صعيبة، اجيبه يعني اجيبه لو كان تحت الحراسة. لتقولوا ما اقدر اجيبه، لتقولوا هادي صعيبة، اجيبه يعني اجيبه لو كان تحت الحراسة. ودانا ودانا دانا ودانا ودانا دانا، اجيبه يعني وحدانا وحدانا دانا وحدانا وحدانا دانا.
لو كان تحت الحراسة. Ucapkan selamat datang kepada tamu undangan yang baru hadir, masih bersama Syauki yang sedang menikmati hidangan kami. Persilakan untuk menikmati.